قام الجراح الكويتي الدكتور سامي أمان بعملية جراحية نادرة، وهي إزالة أكبر غدة درقية بالعالم. الحديث أكثر حول هذا الإنجاز الطبي وهذه العملية النادرة وتفاصيلها، نرحب بالدكتور سامي أمان، استشاري الجراحة العامة وجراحة المناظير التشخيصية والعلاجية والسمنة المفرطة. أهلا وسهلا فيك دكتور. حياك الله دانا. حياك دكتور. يعني هذه العملية تعتبر إنجاز لأنها صعبة أولا، لأنها نادرة، ولأنها ممكن أن هي ما تحدث بشكل أو بيوم عادي. فياريت لو تكلمنا في البداية عن هذه الحالة المرضية ومعاناة الصعبة اللي مر فيها. حقيقة احنا كنا استغربنا من شفنا الحالة هذه. ليش؟ لأن هذه الحالة ما تتواجد في الكويت. هذه حالة عند مريض خش الورمة هذه اللي برقبته 23 سنة. أوف. 23 سنة خاشها، إذا طلع يغطيها بالشماغ يروح أماكن، وآخر أيامه قام ما يطلع، ما يحب أحد يكلم عنها. إيه؟ السبب ليش؟ يخاف من الأطباء، يخاف من الطبيب، يخاف من إذا الطبع. ما كان يحس بألم؟ إيه، متحمله. ما يقدر يأكل، ما يقدر ينام سيده، لازم ينام على هو قاعد على كرسي، ينام على ظهره ما يقدر يشيله. إيه؟ انحناء، يمشي رقبته طايحه على قدام، لان الثقل اللي شايله برقبته كانه شايل طفل. إيه؟ معلق ياهل صغير وزنه 3 كيلوات برقبته. أوف. وهذه صعبه، هذه مو سهله. صح. فكان ينحرج من يطلع، صوته تغير، اكله تغير، بلعه غير، فكلها هذه المشاكل كان يعانيها المريض، متحملها عشان ما يروح للطبيب. وشلون كسر الفوبيا هذه؟ هو كسر الفوبيا، هي كسرته. لأن النفس انصك، وصل إلى مرحلة الحجم هذا. الغدة سكرت على بلعومة، سكرت على النفس. إيه، فما قام يقدر يتنفس. ما يقدر. والأكثر من هذا، إيه، إنه هو يدخن أكثر من 40 سيجارة في اليوم. هذه مصيبة زيادة. هذه مصيبة زيادة. يعني قاعد نشوف هني دكتور حجم الغدة شلون كانت. هذه الغدة صورتها من جنب، من يبناه، من وصل للمستشفى، حول اللي من برا من مستشفى ثانية. إيه؟ وصل إلى مستشفى السلام. هذا شايفين الجهاز اللي يدخل الهواء غصب بالرئة عشان يفتح الشعيرات التنفسية عشان نقدر نقيمه ونشوفه. لكن حتى هذه ما كفت معاه، لين سوينا له أنبوب بالرئه واحنا نسيطر عليه. هذا الشيء اللي ما نقدر نسيطر عليه. اي نعم. دكتور شنو اسباب تضخم الغده؟ يعني ليش كبرت بهذا الحجم الكبير؟ اسباب وايد، اسباب وايد. في اسباب ما نعرفها، في اسباب يصير فيها نزيف داخل والمريض ما يحس فيه ويتكلس. اسف. يتكلس الدم فيها. اسباب وايد يعني، فما يعني مرات ما نعرف شنو اسبابها. وهذه شائعه بين الناس. نعم. يعني في ناس وايد يجونا عندهم انتفاخ بالغده، شيء بسيط مني ومني ونشوفه ونعالجه. صحيح. سهله. صحيح. لكن من يوصل هالمرحله هذه، هذه نادره، حاله نادره جدا. نعم. نعم. اذا دكتور بنتكلم على العمليه نفسها، ايش كثر اخذت منكم مده؟ قول تحضير العمليه شلون؟ احنا يعني هي المشكله مو بالعمليه، المشكله شلون نهيئ نحضر المريض. لاني انا ما ابي اسوي شيء للمريض والمريض اعرف ان هذا ما راح يتحمل العمليه. فليش اجازف؟ وهو اوريدي يخاف من الدكاتره ويخاف. أيوة. من الاطباء. فانا يعني طبعا اخذ من عندنا وقت، قيمنا المريض بالاشعه المقطعيه وشفنا الوضع شلون. طلبنا استشاري الرئه يشوف صدره، وصدره كان تعبان، تعبان صدره بالذات الايمن كان تعبان. يعني عنده التهاب مزمن بالصدر، عنده سكر وعنده ضغط، وعمره 70 سنة، كبير بالعمر. هذه كلها عوامل تزيد من خطورة العملية. إيه؟ هذه الأشعة أول ما وصل، هذه الأشعة المقطعية اللي يشوف المشاهد الكريم فيها أنه في حاجة فيه تيوب، هذا التيوب التنفس نازل تحت للرئة. إيه؟ وهذا حجم الغدة الدرقية اللي هي أكبر من رأس المريض. هي كانت رافعة رأسه؟ هو رافع راسه، ما يقدر ينزل راسه، ما يقدر، ما يقدر، لان صادك عليه واقفه هني. إيه؟ فهذه اللي خلتنا احنا نقول يعني
تعال يعني أنا لازم أكلم أهلها وأقول لهم خطورة العملية، يعني المريض ممكن يعني يحصل شيء أثناء العملية، ممكن أنه يتحصل له مضاعفات. فأثناء هذه الصورة بعد ما زلنا التضخم اللي في الغدة الدرقية وشوفون الكليبس، هذه كليبس الجرح من أول الرقبة لآخر الرقبة مني. فهذه الكليبسات اللي نخليها بينت بالسيتي سكان، انا يعني كان ودي انا اسوي الفحص هذا عشان اقارن قبل وبعد. نعم. فتبين المكان فاضي، قبل شوي كان مليان، الحين المكان صار فاضي، الغده اخذت كل شيء. صحيح. والاكثر من هذا بعد كان عنده الشريان السباتي الايسر اللي يغذي المخ كان في تجلط. وهذا التجلط ممكن يتحرك اثناء العمليه، واذا تحرك جلطه تروح للمخ. صح. أنا سويت العملية نشل المريض، بس المريض طلع مشلول. نشل بعد العملية. ففي أكثر من عوامل خطرة كانت مع المريض، لكن توكلنا بالله وقلنا هنسويها. نعم. أطباء القلب شافوه قالوا لي يعني أنت كوماندو، قلت لهم لازم توكل بالله. شرحت لأهل المريض، قلت لهم الخطورة، وافقوا لأن أبوهم ما له حل ثاني. نعم. والحمد لله توكلنا بالله. سوينا العملية. العملية أخذت من عندنا تقريبا 5 ساعات. هي ممكن تاخذ اقل، بس لانك كنا حذرين اكثر من اللازم اثناء العمليه، والسبب لان كل الاورده والشرايين الطبيعيه اللي موجوده في الرقبه كلها متضخمه. نعم. من اثر تضخم يعني الشريان اللي يغذي منطقه حجمها 25 جرام، الغده الدرقيه حجمها وزنها 25 جرام. هذه وزنها 3.110 كيلو جرام. يعني أقدر أقول أكثر من 100 مرة من حجمها الطبيعي. صح. فهذه كل شيء فيها متضخم. فلازم نكون حذرين، أي شيء نشيله استعملنا فيه المعدات الطبية الحديثة. المقص اللي يسموه ألترا سيشن اللي هو الجديد اللي نستعمله في تكميم المعدة. نستعمله في عمليات ثانية اللي يوقف، حتى هذا في بعض الأماكن ما نجح لأن الأوردة كبيرة، وايد كبيرة. لكن آخر طبعا العصب اللي يغذي الأحبال الصوتية هذا ممكن ينقطع معانا، لكن الحمد لله شفناه. الغدة جار الدرقية حافظنا عليها، الشريان الأورطي اللي تحت لأنها كانت نازلة في الصدر. نعم. طلعناه وحافظنا عليه. الشرايين اللي تغذي المخ حافظنا عليها الحمد لله. يعني كنتوا حذرين على جدا يعني ببطء ما تسيبون أي عضو ثاني ممكن أنه هو يتضرر. بالضبط، لأن هذه قلت لك عملية حساسة. صح. احنا قاعد نشتغل في وايرات داخل، هذه مو بالبطن، البطن على كيفنا ناخذ راحتنا فيها. نعم. لكن هذه صورة أشعة أخرى، هذه أشعة بعد العملية راحت خلاص. فهذه الرقبة والعمود الفقري، شوف شلون حتى فقرات الرقبة غير طبيعية. هذه الصورة اليوم كان عندي في العيادة هو. مستانس الضحكة ويهم. يعني هو الحين قاعد يشوف الصورة. هو الحين قاعد يشوف الصورة، قلت له ترى اليوم راح أطلع صورتك هذه. قلت تفكر بالله دكتور. مستانس يقول لي دكتور قاعد اكل خروف. يعني الانسان تغير حياته. صح. لكن اللي حز بنفسي ليش توصل الحاله هذه لهالمرحله هذه في الكويت اللي دوله فيها كل المستشفيات كل الخدمات الطبيه. صح. الجيده يخش هالغده هذه، وانا اسال اهله بناته ليش، قال ما حد يقدر يكلمه. مع انه هو قلبه طيب ضحوك، يعني الان صرنا اصدقاء. نعم. لان حاس هو رجع الحياه، شاف الحياه، يقول لي ترى بسافر لندن باكر. ما كان يسافر، ما يقدر يسافر، ما وده يسافر. نعم. دكتور يعني لندره هذه العمليه ويعني ما تحصل هي بين فتره وفتره ممكن نقدر نقول، هل تم اجراء عمليه بنفس هذه الحاله؟ في حاله أنا طبعاً طلعناها من النشرات الطبية، في حالة كان حجم الغدة الدرقية 4 كيلو. أكبر من هذه يعني؟ أكبر من هذه. سووها بالسودان، كانت في دارفور. صبوها أطباء، بس المريض مات بعد يومين، المريضة ماتت بعد يومين. فهذا لا تعتبر حالة، يعني لازم إحنا ممكن نسوي شيء كبير بس المريض يموت، شو الفائدة؟ نعم. ما استفدنا شيء، هذه لا تعتبر عملية ناجحة. نعم. احنا نزيل اي شيء، لكن مفروض نشيلها بتقنيه والمريض
يقوم بعد العملية بصحة وعافية. صحيح، يعطيك العافية دكتور، ويعني قواك الله على هذا الإنجاز الطيب اللي أنت عملته، ويعني من وجه الريال الطيب مبين أنه هو مرتاح من بعد العملية، خاصة أن هذه الصورة بعد 5 أيام صح؟ لا، صار له هو الحين بالضبط 12 يوم بعد العملية. 12 يوم، يعني هم مدة تعتبر قصيرة من بعد العملية. طبعاً يعني طبعاً. تبارك الرحمن، الله يعطيه الصحة والعافية. كل الشكر لك دكتور سامي أمان، استشاري الجراحة العامة وجراحة المناظير التشخيصية والعلاجية والسمنة المفرطة، على تواجدك اليوم معنا في استديو مسائي. مشكورين جميعاً، مشكورين لإدارة التلفزيون الرائع على اهتمامهم بهالأمور هذه. شكراً، أشكركم جميعاً. شكراً، شكراً لك. شكراً. مشاهدينا، احنا مستمرين معاكم أكيد من بعد هذا الفاصل.